احترام الحوار وتعزيز الديمقراطية واحترام الرأي الآخر وتكوين مار بطرس صفير بطريرك انطائية. وفي قضية العلاقة مع سوريا، إن تزايد التهديدات الإسرائيلية يفرض احترام المصالح الاستراتيجية العسكرية والأمنية لسوريا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التصحيح من أجل تنقيتها من أجواء التشنج أو المزايدة أو التملك أو الوصاية. إن سوريا بوجود جيشها أو عدم وجوده عامل استقرار أساسي في لبنان والشرق، فلا بد من صيغة تحترم اتفاق الطائف وتؤكد على سيادة لبنان وعلى المصالح التاريخية المشتركة للشعبين. أتمنى فقط في انتظار الحل العادل في فلسطين أن نبحث في هدوء بعيدا عن أجواء. سامح الله من كان السبب. وإنا نرحب اليوم بما يقوم بين أبناء الشوف من علاقات مودة، وقد تناسى معظمهم ما كان من ويلات ومآس جرت علينا جميعا ما جرت من خراب ودمار وتهجير. وإذا كان هناك من لم تبلغ إليهم نعمة المصالحة، فإننا نأمل أن يتمكنوا بمساعيكم المشكورة من أن ينعموا بها لتعم الفرحة جميع القلوب وتغمر جميع النفوس. عم يتوجه البطريرك صفير مباشرة لمكان إقامة الذبيحة الإلهية على المذبح اللي أعد خصيصا أمام كنيسة مار أنطونيوس والمطارنة. قدمهم البطريرك على أنغام الجو اللي بيتو خالوه عالات وقدم بمدي لقص غدا ملكوش ما يونو حاصولي خلدا. ضل هون تنسلم على المطران. يتفقد جزين ومنطقتها مشيرا إلى ما